That was a very controlled tail slide. حقيقة طائرة الـ SU-30 I think they have a button called Super Maneuver. Yes, absolutely. So, Solo or Team Leader coming into land first. Wave the wings. And say thank you as we come to the end of our second day here of the 2017 Dubai Air Show. وطبعا هذا هو العرض الأخير لليوم الثاني في معرض دبي الدولي للطيران، ونشكر الجميع على الحضور، ونشكر قناة سمة دبي لهذا الطيران. مقدمكم من معرض دبي الدولي للطيران الرائد الطيار أحمد خليفة الحوسني، القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.